مشاهدي نهارك سعيد، بنرجع لحضراتكم مرة ثانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. والحقيقة انه في حالة من الجدل والحراك السياسي في الشارع المصري بخصوص المرشحين وبخصوص كل الكلام اللي احنا بنسمعه اللي حاصل مع الشيخ حازم ابو اسماعيل على سبيل المثال، وكلام كتير جدا بيخص الموضوع ده، ترشيح الاخوان ل المهندس خيرت الشاطر في الفترة الأخيرة بعد ما كانوا صرحوا وقالوا إنه إحنا مش هندعم حد ومش هنرشح حد من الإخوان المسلمين، كلام كتير جدا. اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يعني أعتقد في مواضيع كتير جدا تهمنا وتهم كل المصريين كان لازم نتكلم فيها النهاردة، وكان في ملفات كان لازم نفتحها مع حضراتكم ومع ضيوفنا النهاردة في نهارك سعيد. ضيفنا اللي هيكلمنا أكتر عن كل اللي بيحصل في المواضيع اللي انا كنت بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي عنها هو دكتور محمد محسوب، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط وعميد كليه الحقوق بالمنوفيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا دكتور. خلينا نبتدي على طول باللجنه التاسيسيه، وامبارح كان في الاجتماع الثاني للجنه التاسيسيه او لجنه صياغه الدستور. الناس بتنسحب بس اللجنه مكمله، الناس رفع قضايا بس اللجنه مكمله، الناس بتقول اللي هي عايزاه وده ما ينفعش ويا جدعان ودستور الشعب ومش هيتغير كمان كام يوم بس اللجنه مكمله، والناس بتقول انه اصلا مش من حقكم انكم تعترضوا، الناس اللي مكملين في اللجنه مش من حقكم انكم تعترضوا لان ده الاستفتاء اللي قلتوا عليه نعم وكل الناس رضيت. تعليق حضرتك. طيب، هو في الحقيقه احنا كحزب لينا عضو في اللجنه اللي هو الاستاذ عصام سلطان وحضر امبارح. وانا عضو من العشرة المبشرين بالجنة بتدخل في اللجنة. لكن ده مش معناه خالص ان احنا راضيين على اللجنة، على العكس احنا فقط مأجلين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالانسحاب او البقاء، لانه احنا طرحنا نوع من الوساطة والتسوية علشان تحقيق المراد من اللجنة او من الجماعة التأسيسية. كنا طرحنا مبادرة من أسبوع وهي دلوقتي محل أخذ ورد متعلقة بإعادة تشكيل الجمعية على أساسين في الحياة. الأساس الأول الكفاءة، الأساس الثاني تمثيل القوى والتيارات والفئات المجتمعية المصرية كلها، لأن احنا مؤمنين أنه الجمعية التأسيسية عشان تضع دستور مقبول، عشان يطلع المنتج بتاعها بقى مقبول من كل المصريين، لازم تمثل كل المصريين. والجمعيات التأسيسية في الدنيا كلها الناس لا تمثل فيها حسب أوزانهم، أصله ده تقيل في الشارع فيبقى له 100، والتاني أقل شوية فيبقى له 5، والتالت أقل خالص فما يبقالوش. الكلام ده مش موجود، الدستور ده بتاع الكل، بتاع اللي موجود في العمل السياسي واللي دخل انتخابات واللي حاز أكثرية في مجلس الشعب أو أغلبية، وبتاع اللي عمره ما دخل السياسة ما راحش صوت. طب وده همثله إزاي في الجمعيات التأسيسية؟ يعني اللي هي مثلا جمعيات العمل المدني، طب ما لازم تمثل اتحادات طلاب المدارس الثانوية واتحادات مدارس الجامعات لازم تمثل، النقابات، الفلاحين، العمال، كل الناس دولت لازم يمثلوا. طيب يمثلوا ازاي؟ لها آلية. الدنيا كلها احنا لا يعني ما بنخترعش العربة زي ما بيقولوا، الدنيا كلها في طرق واضحة جدا لتأسيس جمعية تأسيسية تعبر عن كل الشعب. الطرق دي احنا ما اتبعناش، احنا اتبعنا طريق اكثر يعني اقرب لفكره الغنائم، عارفه بعد الحرب المنتصر ياخد كل حاجه، فنفس الفكره طرحت للاسف، وزاد المعنى ده انه يبقى رئيس مجلس الشعب هو رئيس الجمعيه التاسيسيه. سبحان الله. بالضبط. وده على خلاف القيم الدستوريه البسيطه جدا. يعني انا اعتقد لو سالت اي واحد من اخواننا او اصدقائنا او معارفنا او قرايبنا في البلد هيقول يعني ينفع رئيس مجلس الشعب يمسك رئيس للجمعية التأسيسية اللي هي الجمعية دي اللي هتحط النظام بقى اللي هينظم اختصاصات مجلس الشعب نفسه والحكومة والرئيس؟ ينفع؟ يعني ينفع رئيس الدولة يبقى رئيس الجمعية التأسيسية؟ ما ينفعش. أكيد لا. ينفع رئيس الحكومة رئيس الجمعية التأسيسية؟ طب اشمعنى رئيس البرلمان؟ ما دي سلطة ودي سلطة ودي سلطة. فما يصحش خالص إنه الجهة اللي هتحط كتالوج العلاقة ما بين السلطات يرأسها واحد من بتوع السلطات دول، ما ينفعش. ففي الحقيقه ده نوع من يعني اعتقد انه كل الناس واصله لها انه في وكأنه، خلينا برضو ما نحاسبش بالنوايا، وكأنه في رغبه في التكويش والسيطره والهيمنه. لكن لو كنا حسن النيه في يعني هناخد على اساس ان الطرف الاخر حسن النيه، هنقول انه في خطأ في تشكيل اللجنه التأسيسيه، خطأ في اختيار رئيسها، خطأ في التعامل لحد دلوقتي مع
الرفض، رفض الاطراف الاخرى. البعض يقول اصل الاطراف الاخرى قليلين. يا سيدي القليلين دولت ممكن في الانتخابات القادمه يبقوا هم الاكثريه، هم الاغلبيه. ومن ثم انت حتى لو وصلت وتمكنت وطلعت منتج، طلعت بقى دستور، دولت لما يبقوا اغلبيه هيبقوا راضيين عن الدستور ده، فهيلغوه، هيسقطوه، هيعدلوه. يبقى احنا بنؤسس لجمهوريه من الفوضى والنزاع والتزاحم، والنهارده نغير الدستور وبكره نعدله. افتكر انه كمان من اكتر المشاكل اللي موجوده في اللجنه التاسيسيه او في المنسحبين من اللجنه التاسيسيه لوضع دستور جمهوريه مصر العربيه هو انسحاب الازهر والكنيسه، ويمكن ده عامل مؤثر بشكل كبير على ما اعتقد في الشارع المصري بشكل عام. راي حضرتك ايه في ده؟ وهل شايف انه المفاوضات، لانه في الاخر اتقال او يمكن اخر كلام اتقال انه هيحصل مفاوضات ما بين دكتور سعد الكتاتني وما بين اللي موجودين دلوقتي في اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور، بانه المنسحبين هيحاولوا ان هم يرجعوهم تاني. فلو اتكلمنا عن الازهر والكنيسه بصرف النظر عن الافراد، وطبعا الازهر والكنيسه بيمثلوا الشعب المصري كله، حضرتك شايف ده ازاي؟ والله الدكتور سعد الكتاتني انا سمعت تصريحه، طبعا هو هيتصل بناس شخصيا. هو ده على المستوى الانساني جميل، لكن على المستوى السياسي مش صح. لانه طالما الناس انسحبت، الناس لم تنسحب عشان حد يتصل بها شخصيا فيرجعوا عشان خاطره. مش بيتقالوا يعني. لا خالص. القضيه ببساطه، القضيه ببساطه ان في مشكله في التشكيل. وفي مشكله في رئاسه اللجنه على ما اعتقد، مع تقدير الدكتور سعد الكتاتني. لكن القضيه انه ما ينفعش رئيس البرلمان رئيس الجمعيه. الحاجه الثانيه انه الانسحابات كانت في اغلبها، خلينا نقول في اغلبها، ما كانتش احتجاج على الحصص. يعني في البعض احتاج ان حصته قليله، وده انا كمان زعلان منه، لانه في الجامعات التاسيسيه الحصص لا يجب ان تطرح، هي مش محاصصه. أسوأ حاجه ان احنا نعمل جمعيه تاسيسيه بالمحاصصه. وأسوأ حاجه في الجمعيات التاسيسيه ان المحاصصه دي يتم حسمها بالتصويت المباشر من اعضاء مجلس الشعب. يعني احنا اخترنا الأسوأ من الأسوأ من الأسوأ عشان نشكل جمعية تأسيسية، طلعت هي الأسوأ، وطلع الاحتجاجات دي الاحتجاجات لأنها لا تعبر عن التنوع والاختلافات الفكرية والفئوية في المجتمع المصري، وإنها بتعبر بوضوح. يعني خلينا ما نزعلش من الكلام ده، لأنه هي بتعبر بوضوح. الخارج بيقول كده، والداخل بيقول كده، واللي في الشارع بيقول كده، واللي في القرية بيقول كده، عن روح من السيطرة، سيطرة الأغلبية والأكثرية. خلينا نقول هي أغلبية، أغلبية في البرلمان بمجلس الشعب والشورى، سيطرتها على الجمعيات التأسيسية. في سيطرة عددية ولا لا؟ في سيطرة عددية. السيطرة العددية دي ستترجم سيطرة في التصويت ولا لا؟ هيبقى هتترجم في التصويت. يعني لما نقول توافقوا على المادة دي ولا ما توافقوش على المادة دي، موافقوا. الأغلبية هياخدوا موقف واحد. وبالتالي احنا بنطلع دستور للأغلبية مش دستور للمجتمع. بالظبط، مفهوم. بس دكتور محمد، وحضرتك بتتكلم على مقترح حزب الوسط، وبعتقد كمان ده اقترحه أستاذ فاروق جويد الشاعر، انه يتم سحب عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ويتم استبدالهم. لا، هو ده مش اقتراحنا، هو ده محاولة يعني لتبني الاقتراح بشكل عملي. لكن هو اقتراحنا كان واضح، بإعادة تشكيل الجمعيات التأسيسية من اول الغاء الماده 82. هو الاقتراح كان من الشقين دول. تمام. في الحقيقه، فبالتالي انه هل ده معناه برضه، عشان ابقى فاهمه، انه انتوا مش عايزين انه يبقى اللجنه التاسيسيه فيها اي حد من مجلس الشعب والشورى؟ لا مش بالضروره. بس هو في رايين في الموضوع ده. لو رجعت للراي الشخصي انا بتاعي، كان باعتباري استاذ قانون، لا، هو لا يصح التفسير المنطقي والقانوني الماده 60 ان الهيئه الناخبه هي الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى. ما ينتخبوش انفسهم، وانما ينتخبوا غيرهم في الجمعيات التاسيسيه. طب فبالتالي لا يجوز ان يبقى فيها اعضاء من مجلس الشعب والشورى. دي اول نقطه، ده رايي شخصي. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو افترضت مجازا ان هم عملوا كده، اللي هو ده برده هيبقى بالنسبه لكم مناسب بالنسبه لحزب الوسط كحزب وسط، بس بالنسبه برده للعامه ممكن ما يبقاش مناسب، ان هم ممكن ينتخبوا ناس محسوبه على الاسلام السياسي. يبقى هنا هل احنا محتاجين قواعد برده وضابط، مش بمنطق الحصص بس، بمنطق انه يتعمل قائمه بالفئات المختلفه الموجوده في الشعب علشان يتم تمثيلها؟ لانه غير كده ما ممكن ينتخبوا 100 من براهم ويبقوا محسوبين على الاسلام السياسي. ما انا برضو مش عايزنا نغرق قوي في عمليه تفسير النوايا على اساس الأسوأ. الطرف الاخر ربما وعي الدرس، انا ارجو انه يكون وعي الدرس. هو لحد امبارح كده ما فيش وعي كامل للي بيحصل. لكن انا عايز اقول له بصراحه، احنا محتاجين نروح مدينه نصر كلنا كده، نروح تاني قاعه المؤتمرات الكبرى، وندعو الجمعية الناخبة بقى اللي هي البرلمان، الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، ونتشاور بشكل أكثر استفاضة،
ومعلن عن التلفزيون، ونلغي موضوع الحصص، ما نقسمش الشعب الى برلمانيين والى غير برلمانيين، فالبرلمانيين يطلعوا ب 50% وكل الشعب يطلع ب 50%، وانما نتفق على معايير موضوعيه ونعيد تاسيس او اختيار الجمعيه التاسيسيه على هذه المعايير الموضوعيه. مظبوط، ده المفروض ان احنا نعمله لو احنا استوعبنا الدرس. لو احنا ما استوعبناش الدرس هنقول احنا هنتصل بيهم وهنقنعهم، وربما يرجع 3-4 وما يرجعش الباقي، والعدد اللي موجود كافي للشغل، خلاص هنشتغل وهنحط دستور. احنا دايما عيب هذه الثوره او عيب سلوكنا من تاريخ الثوره بلا عيب، الحقيقه ثوره ليست فيها شائبه، العيب فينا وفي سلوكياتنا وفي ادائنا من تاريخ من انتصار هذه الثوره من اليوم التالي لسقوط النظام حتى النهارده. احنا عندنا عيب شديد جدا في ادائنا السياسي، ان احنا بنؤجل المشكله ونقول اعتمد عليا انا نيتي حسنه. من زمان عمالين نقول الجامعات التاسيسيه دي هتبقى فيها مشكله، ما تيجي نتفق على معايير. لا لا لا، لا نتفق على معايير لانه انا نيتي حسنه. مش ننسى جمعه قندهار اللي كانت ضد وثيقه السلمي اللي كان فيها جزء كبير من المعايير. النقطه الثانيه متعلقه بانه دلوقتي احنا وصلنا لخلاف على الجمعيه، الجمعيه ممكن من ناحيه التقنيه تشتغل، ممكن من ناحيه التقنيه، من ناحيه الاليات في 70-80 واحد موجودين هيقعدوا ويتفقوا على قواعد، وممكن تصدر في خلال 2-3 شهور ويبقى عندنا دستور. بس احنا كده بناجل مشكله اكبر، كل مشكله بتبقى اكبر من سابقتها، احنا بنؤسس لكارثه. لان يوم ما الدستور هيطلع ولا تقبل به غالبيه الناس او جزء من الناس او الاقليه من الناس، لان الدستور لازم يقبل، يبقى في نوع من الرضا، حتى اللي يصوت يقول لا هو راضي عن العمل. انا مش عاجبني بعض المواد فبقول لا، لكن انا راضي وقابل العمل ان هذا الدستور يعبر في النهايه في مجمله عدا بعض النقاط فيه عني. وهيبقى من الصعب كمان يا دكتور ان احنا نرضي كل الناس، ولكن لازم يبقى في اساسيات كلنا متفقين عليها. الرضا بيجي منين؟ من طريقه تاسيس الجمعيه، مش من المواد، ما حدش هيقرا المواد. لكن طريقه تاسيس الجمعيه فقدت الرضا. مظبوط. فبالتالي انا هاجل المشكله لحد ما يطلع الدستور هيبقى فاقد الرضا. يبقى انا بقول للناس انزلوا الشارع احتجوا على الدستور. بالظبط، بفكر ان مفيش قنوات اخرى للاحتجاج عليه الا الشارع. حقيقي. طيب دكتور، خلينا نرجع مره ثانيه لفكره المرشحين، وبعد ايام قليله جدا هيتقفل باب الترشيح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه. وحقيقي انه دعم الاخوان الممثلين طبعا في حزب الحريه والعداله اللي هم الاغلبيه زي ما بنقول عليهم للمهندس خيرت الشاطر يمكن اثار جدل كبير جدا في الشارع في الفتره الاخيره. نقطتين، راي حضرتك ايه في دعمهم بعد تغيير موقفهم، لان هم كانوا قالوا حاجه مختلفه عن ده ففقدوا الى حد ما مصداقيتهم، يعني في كلام بيقول كده حصل انقسام في شباب اخوان معترضين على الموقف ده. اما الشق الثاني هو انه سمعنا انه اصلا المهندس خيرت الشاطر هيبقى غير مسموح ليه انه ليس له حق الترشح، وغير مسموح ليه انه يترشح للرئاسه، لانه لسه لحد دلوقتي ما عداش تقريبا 6 سنين أو 5 سنين. تشرح لنا برضو التفاصيل دي عن الحكم، فياريت تكلمنا في الجزئيه دي. يعني الحقيقه انا ما شفتش ما يتعلق بقرار العفو، لانه قرار العفو قد يتضمن رد الاعتبار عليه بشكل مباشر، يبقى منصوص كده احنا وانا اعتقد يعني الاعتبار. انا اعتقد جماعه كبيره بحجم جماعه الاخوان لن تقدم على ترشيح واحد الا اذا توفرت فيه الشروط وهي درستها قبل ما تطرحه كمرشح. يبقى الشق الثاني ده مش موجود اصلا. لكن هو القضيه اللي تلفت النظر انه تكون جماعه الاخوان هي عارفه انه متوفره فيه الشروط واحنا مش عارفين، احنا كقانونيين لا شفنا قرار عفو رغم ان هو يجب النشر في المرسوم العفو، يجب نشره في الجريده الرسميه، ما شفناش الجريده الرسميه. انا شخصيا سالت عليها ما لقيتش العدد ده موجود. العدد ده نفسه مش موجود، انا ما اعرفش عدد كام. لكن الملاحق المتعلقه باي قرار مراسيم او قوانين صدر في شهر 3 او في شهر 2 اللي هي الفتره اللي ممكن تكون صدر فيها ما لقيتهاش خالص في المطابع الاميريه. لكن على العموم انا اعتقد ان الشروط من الناحيه الشكليه موجوده، لكن مش كل حاجه موجوده من الناحيه الشكليه معناها صحيحه من الناحيه الموضوعيه. خطا كبير جدا ان انا اقعد اتخانق معاك واقول لك انت مجرد هيمنتك على الجمعيه التاسيسيه وان يكون رئيس الجمعيه التاسيسيه هو رئيس البرلمان وهو من فصيل واحد، ان دوت كنوع يعني محسسني ان انت عايز تكوش على كل حاجه، فتقوم ترد عليا بترشيح رئيس. ده كلام في الحقيقه يا اما استخفاف باللي انا بقوله، يا اما استخفاف بالشعب ده كله، يا اما انت معتمد ان انت رصيدك الشعب يسمح. فرد عضلات شويه، فيها نوع من انواع فرد العضلات، يعني زي ما بنقول كل هذه المعاني قد ترد في ذهني، لكن ما فيهاش معنى ان انت بتسعى للتوافق. ده بالتاكيد انت لا تسعى للتوافق، وبالتاكيد انت لا تسعى الى مشاركه.
ما تقوليش مشاركه وانت عايز تاخد كل السلطات، ما تقوليش مركزي المحاسبات ما تقوليش مشاركه وانت بتقولي رئيس الجمهوريه مني ورئيس البرلمان مني ورئيس جامعه التاسيسيه مني وانا عايز اتشارك معاكم. يا سيدي لا توجد مشاركه. قول انت منهجك المغالبه وبالتالي نتعامل على هذا المنطق. ده منهج مغالبه بغض النظر عما يقال حواليه، لانه لما تعمل كده وتقول لي مشاركه بتستخف بايه؟ يعني يكفي ان انت تغالبني، تستخدم ماكينتك الانتخابيه، تستخدم وجودك القديم في الشارع، وتستخدم تراجع الزخم الثوري، وتستخدم امور اخرى اكثر خفاء، تستخدمها كلها عناصر ضدي، وبعد كده تستحقر فكري وتقول لي اصل دي مشاركه. لا دي مش مشاركه. طيب ده خطا من الناحيه الوطنيه، لانه انت بتهمش القوى الوطنيه الاخرى وبتقول لها تعالي ندخل مرحله بقى من الصراع، تعالي ندخل في حلبه الصراع. ولا تحقق التوافق وتقول للناس تعالوا نعمل جمهوريه من التوافق اللي ممكن تبدا بعدها نهضه. خطا من الناحيه من الناحيه السياسيه، لانه احنا في مصر لم نؤسس ديمقراطيه بعد عشان الواحد يغالب. المغالبه دي جائزه في السياسه، ان انا احاول اخد كل السلطات ده جائز. ما الانتخابات، ما انت لو كلمتي حد يقول لك لو مش بالانتخابات، في الانتخابات جائز انه في دوله زي فرنسا، دوله زي ايطاليا، دوله زي تركيا، ان يدخل حزب ويحاول ياخد كل حاجه، ياخد الاغلبيه المطلقه، ياخد رئيس دوله، ياخد رئيس حكومه، ياخد كل حاجه، ده جائز. لكن في الدول التي لم تؤسس فيها ديمقراطيات بعد ده خطا، لانه احنا لازم نبني مع بعض ديمقراطيه، ولما نبنيها خلاص حطينا الاساس اللي هو الدستور، وقلنا السلطات هي ايه. بعد كده نيجي في اول انتخابات بعد تاسيس الديمقراطيه، يجي حزب الحريه والعداله يكتسح كل الانتخابات ويأسس ويشكل الحكومه وياخد رئيس الدوله، خلاص برافو عليه. لكن دلوقتي مش برافو عليه، هيبقى عيب عليه. عيب عليه لانه احنا مش بنتخانق على فطيره، احنا بنتخانق على الصاجه اللي عايزين نحط عليها الفطيره، لسه الفطيره ما اتعملتش. بيمثلوا بتركيا، احنا بعيد 70 سنه عن تركيا. الديمقراطيه التركيه نشات بقى لها 70 80 سنه حقيقي، طبعا مش موجوده من دلوقتي طبعاً. لكنها كانت ديمقراطيه بعيوب زي ديمقراطيتنا. لو اسسنا لديمقراطيه، ونحن لا نؤسس لديمقراطيه دلوقتي، لو اسسنا ديمقراطيه يبقى في عيوب، وهنحاول ان نتلافى هذه العيوب في المستقبل. دلوقتي تركيا بقى لها 70 سنه تعيش في ديمقراطيه، لكنها كانت عندها عيوب. فجاء اردوغان يعالج هذه العيوب، فعمل بدل ما كان في تطور بطيء بقى في قفزات، لكنه ما بناش على فراغ. يعني انا لا ارى اردوغان في كل المرشحين، لانه ظروف اردوغان مش موجوده، مختلفه تماما، ظروفه مش موجوده. احنا بلد طالعين من 70 سنه من الديكتاتوريه، عايزين استعاده الثقه بانفسنا وبناء النظام السياسي. لو ما بنيتش نظام سياسي ديمقراطي مش هتعمل نهضه حقيقي. لو انت يعني تحمل يعني اثمن البرامج السياسيه والاقتصاديه في الدنيا، انا عايز اقول ان كان في واحد اسمه شخت، الراجل ده من اكبر المفكرين الاقتصاديين في الدنيا. ده المانيا انهارت بعد الحرب العالميه الثانيه، في خلال 5 سنوات حط خطه خمسيه، خلى في بدايه الخمسينات المانيا بدات تبقى عملاق اقتصادي بعد حرب دمرتها، طلعت مهزومه من العالم كله. الراجل دوت استلفه في اندونيسيا، خلي بالك المانيا بعد الحرب ما كانش عندها اي عناصر تنميه او نهضه، استلفوه في اندونيسيا، وقعد 20 سنه يحط لهم خطط ولم تنجح ولا خط. اندونيسيا دنتها ضمن العالم الثالث، رغم ان اندونيسيا ساعتها كان عندها كل عناصر النهضه، عندها الثروه، عندها كل حاجه. فبالتالي مصر في الحقيقه لو جالنا اردوغان لن ينجح في هذا الجو اللي احنا فيه. أيوة. احنا لازم نؤسس لنظام ديمقراطي، نظام سياسي يحقق رضانا كلنا، عشان كلنا ندافع عن هذا النظام ايا كان الغالب فيه. طيب دكتور محمد خليني اقف هنا شويه، وانه في كلام برضو الناس اللي هي بتحب النظريات المؤامره يعني بتتكلم على انه ده استكمال ترشيح خيرت الشاطر، هو استكمال للصراع اللي بدا ما بين جماعه الاخوان المسلمين وما بين المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وتحديدا بعد المطالبه اكثر من مره بحل حكومه الجنزوري. وكانت كلام بيتقال، وده جزء منه نيات ونظريات مؤامره، يعني انه كان بيتقال انه عايزين نحل حكومه الجنزوري علشان يتحط رئيس حكومه محسوب على الاسلام السياسي. في حاله وبعد ما رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحه هذا اكثر من مره، قالك طب تمام، طب احنا بقى هننزل حد على الرئاسه، وكانه صراع بينهم واحنا مفعول به في الوقت. حضرتك شايف النظريه دي ايه؟ انا في الحقيقه انا يعني مشفق جدا على اللي شايف صراع ما بين المجلس العسكري والاخوان. انا مش شايف الصراع ده، ربما انا مش شايف في الحقيقه.
الصراع على اساس ايه؟ تعال نحللها كده. انه اصل المجلس العسكري متمسك بالحكومه، حزبي الاغلبيه الحريه والعداله والنور لم يطالبا باسقاط الحكومه في اول اسبوع ولا ثاني اسبوع ولا ثالث اسبوع، رغم ان عصام سلطان قام لهم في البرلمان وقال لهم انتوا النهارده لازم نطرح الثقه بالحكومه في اول اسبوع. ده بعد قالوا له احداث لا. بورسعيد مش كده ولا لا؟ قبل خالص. اول اسبوع قالوا له لا، ده الاعلان الدستوري لا يسمح. ده من البدايه خالص. يعني انت ممكن الاعلان الدستوري لا يسمح؟ الاعلان رغم ده كان من الناحيه القانونيه والسياسيه مش سليم. عند الدستوري بيقول ان المجلس له وظيفتين، وظيفه التشريع ووظيفه ايه؟ الرقابه. يعني ايه رقابه؟ رقابه ان انا اشاهد حلاوه وجمال الحكومه واقعد اقول الحكومه عملت، الحكومه سوت، ولا الرقابه معناها المساءله، انا اجيب الحكومه انت اخطاتي وانا مش راضي عنك، هو ده سحب الثقه. هي دي الرقابه، والا كان الاعلان الدستوري قال المشاهده لها حق المشاهده، لا لا حق الرقابه، الرقابه معناها المساءله. وبالتالي عندما يسحب البرلمان رضا عن الحكومه، الحكومه يجب ان تسقط. هل حصل ان حزب او ان حزبي الاغلبيه عملوا كده والمجلس العسكري امتنع في البدايه؟ لا. كان رئيس الوزراء رايح مرتجف قدام البرلمان، الوزراء رايحين مرتجفين، والبرلمانيين كل اللي عملوه ان هم سووا الوزراء ومسحوا بهم الارض وقعدوا يتطاولوا في الكلام، اهلا وسهلا ده كلام جميل، لكن العمل السياسي ان انت تسحب الثقه، مش عاجباك الحكومه؟ طب ما تسحب الثقه في وقتها، لم يسحب. وما زلنا فيها، اذا كنتم لا ترضون على الحكومه اعلنوا سحب الثقه ونشوف موقف المجلس العسكري ساعتها، لكن هم مش راغبين في سحب الثقه. طيب الطرف الاخر، هل هو فعلا الطرف الاخر في صراع بينه اللي هو المجلس العسكري؟ انا مش شايف برضه، لانه لو في صراع كان بايديه ان يمنع ترشح الشاطر، لكنه ده الراجل مطلع له عفو سري بقانون سري، ما لم يستشير نظريه المؤامره بقى، ما هو قبل ما يتخانقوا كان مديله العفو، يعني نظريه المؤامره مكمله يعني. لا يقدر يرجع فيه يقول ما طلعش عفو طلعه لي. يعني اصلا نوعين. كل حاجه بتاعتنا يعني، المأذون بتاعنا والراجل بتاعه كل حاجه بتاعتنا. لكن انا اعتقد انه ما فيش عفو، وانا اعتقد ان احنا ما في ظل نوع من التفاهم، والتفاهم انه مرشح الحريه والعداله اللي نازل بغض النظر عن شخصه وتقدير لشخصه، هو نازل في النهايه ياخذ من نصيب مرشح اسلامي اخر. او هو اصبح في الحقيقه مرشح وطني في الحقيقه. اللي هو مين؟ دكتور منى مفتوح تحديدا. هو نازل ياخذ من نصيبه، لانه مش هياخد من نصيب الطرف الاخر، وانما هياخد من النصيب ده عشان يسقطه. الانقسام مقصود بيه. طب الانقسام ده هيحقق مصلحه مين؟ الفلول، اللي هم محسوبين على الفلول يعني. لا، المحسوبين على المجلس العسكري، اذا كان في حد هيبقى مرشح المجلس العسكري، وانا اعتقد انه هيبقى فيه، فهذا الشخص هو المستفيد الاكبر. يبقى دي انا في الحقيقه دي خدمه جليله لاستعاده النظام السابق. لكن لا يوجد خلاف منطقي انا شايفه. تتوقع مفاجآت في الفتره اللي جايه؟ يعني عمر سليمان خلاص اعلن امبارح انه مش هيترشح، في مفاجآت؟ تتوقع مفاجآت اكتر في الفتره اللي جايه؟ اسماء مختلفه، اسماء تنسحب، اسماء تظهر فجاه؟ كل حاجه متوقعه بغض النظر اللي صرح واللي قال واللي ما قالش، لان كل هذه التصريحات للاسف ادائنا السياسي من يوم 13 فبراير 2011 حتى النهارده هو اداء لخداع الشعب للأسف. وبالتالي كل ما يقال لا يقنعني انه هو حقيقي، وكل ما يقال اعتقد انه وراءه ما وراءه. دكتور محمد محسوب، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط وعميد كليه حقوق المنوفيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا. نشكرك يا فندم ونورتنا. مشاهدينا الكرام، افتكر انه في علامات استفهام كتير جدا في بالنا كلنا، ان شاء الله يتم الاجابه عليها قريبا، وهيتم غلق باب الترشح قريبا، فافتكر انه في كمان اجابات كتير جدا هتوصل لنا. هتبان. بشكركم. شكرا جزيلا. صباح الفل.